مساكم الله بالخير مشاهدينا وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج قول وفعل. حلقتنا راح تكون عن موضوع يمكن البعض يعتبره موضوع بسيط، لكن هذا الموضوع وهو نقص مواقف السيارات أصبح أزمة حقيقية في الكويت. نقول يا أما الموقف هو اللي يثير غرائز الإنسان الداخلية، أو أن الغرائز الإنسان الداخلية تظهر في مواقف معينة. هذا الموقف ممكن يسبب لي نوع من تحرك للنزعة الشريرة المتأصلة في داخلي اللي ما تظهر إلا من خلال هذه المواقف. هناك واقف يمكن ما يقل عن ربع ساعة أو ثلث ساعة الشارع العام، وفي سيارة بتطلع، طلعت سيارة بصفط أنا أدش المكان أمانة، يا واحد من قدامي ودش على طول، فنفس اللي طالعني يعني متحسف، فقلت له يبغى تدري شلون خلك لأن في باركن قدام فضة. يمكن عن وقتها أنا مسكت نفسي، لكن في ناس ما يمسكون نفسهم بسبب الضغط وقفته بالشارع. أيوة، لأن أنت لو بتشوف أن كل واحد يعني يحس أن الأولوية له، يحس أن هذا جزء من ممتلكاته، يحس أن هو شغلته أهم. والله صراحة حتى الكرتون ما سلموا يعني من موضوع الباركن. من الأخ أحمد السعيدي على تويتر يقول الله يسامح اللي مسوي مواقف مستشفى الفروانية متعددة الطوابق، ونداش وطالع صاعد ونازل ضيج الطريق كأنك داخل تراي في حوادث مستشفى الزهرة. والزيارة طبعا ماكو مصافط حق المعاقين نهائيا، معدومة حق المعاقين. أنت الحين يا وزير الداخلية لما يكونون رجال أمن المرور موجودين في مستشفى الزهرة ما قاعد تعطي قوانين ترجع اللي غير معاق ياخذ مصفطي ومصفط المعاق. انت اللي صاحي اللي ما فيك شيء قاعد تاخذ مصفطي، اذا انت اخذت مصفطي اخذه اخذ مره واحده. موضوع الزحمه وموضوع المواقف موضوع رئيسي قاعد نعاني منه وين ما قاعد نروح، والمشكله لما تيجي تصفط يعني تكون مضطر الواحد، خاصه مثل موضوع المستشفيات والحوادث وكذي، تصفط تضطر تلقى سيارتك تطلع برا تلقى مخالفه عليه. يعني انت قاعد تشوف إن برا ما في مصافط نهائيا، يعني وانا بركن السياره وانا وياي حاله طارئه، وهذا حاصل بجميع. يمكن اول كنا نشتكي احنا من مساله اسواق، ما اسواق تقول شغله ذيك ما هي ضروريه، اما المستشفيات اليوم صار الشيء هذا دايركت ما تدش الباركن الا هو مطول من الموظفين اوريدي، يعني مو محتاج زوار. يعني مصافط ما يصير، يعني انا من اسفط، انا واحد من الناس صار لي ساعه قاعد احوس ادور لي مصفط مو لاقي مصفط، يعني في ناس معاقه وفي ناس تعبانه تقريبا ساعه يلا تحصل لك مصفط، والسيارات متراكمه فوق بعضهم البعض. صار لي ساعه لصفطت على الرصيف طلعت بعد، يمكن بعد الله يخالفوني ولا ما خالفوني. يعني لازم يهتموا بالموضوع المواقف. وانتم لو ملاحظين شايفين السيارات شلون صافطه على الرصيف اليمين واليسار فوق المكان، وهذا منشا يعني مهم بالكويت، الواجب يهتمون في مواقفه اكثر. بالنسبه حق الناس اللي انصحهم يعني ناخذ السياك وكذا، اللي عنده هوايه وسيكل موجود متوفر عنده، مراجع والله اسهل له، وايد اسهل له واسرع له. أنا أقول صراحة يمكن يبي لنا سياك الفترة الجاية إذا ما صار حل لمشكلة المواقف. يمكن الكل نشوفه على سياك بالكويت عشان يخلص أشغاله. في مشاركات معي أيضا من الأخت مثلا عبير تقول في مواقف بس الكل يبي القرب، حتى مواقف المعاقين ما سلمت منهم بهالنقطة. أعتقد أن الغلط على المواطنين وليس الجهات المختصة. سلمت أسبوع اللي طاف على أنا بتستضيفون الدكتور خالد الشهلاوي نعم على مشكله الانسولين. اليوم مجمعيننا كلنا الصبح، فتدري شنو تكلمت شنو قالت لنا؟ اللي تظل بالوظيفه تروح هوم انسولين، واللي ما تبي تروح تقدم استقالتها. انتم ما تحمدون ربكم لقيت وظيفه. هذا الرد علينا، وانتم تقولون ان دكتور خالد السهلاوي يعني ان استجاب وياكم وقال بيساعدنا. هذا مساعده لنا. انا بنفسي كلمت الدكتور خالد، وفعلا كان الرد من الدكتور خالد يثلج الصدر، واتوقع هذا الرجل ما تكلم من فراغ، اكيد عنده قرار، وهذا القرار اكيد راح يساعدكم. انا اتمنى ايضا من خلال هالبرنامج مره ثانيه ان الدكتور خالد يشاركنا. بالعكس احنا نتوقع الكل الحمد لله حامد ربه في هالديره وقايم شغله، واللي يشتغل باخلاص وقاعد ينجز
لهذا البلد اكيد يستحق منا كل تقدير واحترام، وما يستحق ان احنا نقلل من قدره، وهذا واجب يعني مو منا من عند احد. انا اشد بس وزاره الاوقاف على وظيفه اني كذا مره قدمت فيها وانا كنت محتاجتها فما جاني النصيب وما عندي احد يعني لا واسطه ولا شيء، بس هذا اللي انا ابغيه. انت مقدمه على وظيفه يعني ام احمد؟ قدمت انا على وزاره الاوقاف كذا مره بس ما حصل لي تكليف بالوظيفه كمشرفه هي اللي تناسبني يعني كلب سنه ما اقدر اشتغل كوظيفه اي شيء، سامع علي؟ كوظيفه استقبال انا ما اقدر اخذ الا وظيفه كوظيفه الاوقاف او وظيفه مدرسه. في واحد من الاخوان يقول في مكان المفروض يكون هو الاسهل واكثر مواقف ولكن للاسف يفتقر لهالميزه وهو الهيئه العامه لشؤون ذوي الاعاقه. يعني اعتقد ما يمكن هالمكان هذا اكيد يبي له باركن، شلون ما في باركن ما ادري. في احدى المدارس الاهليه الخاصه تقطع مساحه من الارض العامه امامها في منطقه حولي وتضع جنازير حولها لمنع السيارات غير التابعه لها بالتوقف فيها حتى بعد اغلاقها ليلا. ما شاء الله استولوا عليها يعني بالمرة. هناك مع كل أسف لائحة واضحة في لائحة البناء خاصة في العمارات الاستثمارية بأن هناك باركينج لكل شقة يكون لها باركينج موقف واحد ولكن غير مفعل بشكل جدي، أو مع كل أسف هناك تحايل من قبل ملاك تلك العقارات بعملية وضع السراديب المؤقتة بعد توصيل. هني الكلام استاذ عبد الله، ليش ما يتم تفعيلها؟ يعني هذه القوانين دامنها موجودة وتحد من هذه المشاكل، ليش ما تم تفعيلها؟ هو في قانون وفي لائحة بخصوص الباركينج، كل شقة لها سيارة، ولكن مع كل أسف نلاحظ احنا أغلب العمارات فيها سراديب ومواقف، وبعد ذلك بعد توصيل التيار الكهربائي يتم إغلاق تلك المواقف أو السراديب ووضعها في تكون أصبحت تكون مخازن وليست مواقف للسيارات. اللي قاعد يحطون السراديب بدل يحط باركن حق سكان العمارة أو المجمع قاعد يحطونها مخازن لمواد يمكن باكر حتى تنفجر ولا تحترق وتأثر في إزهاق أرواح كثيرين. لكن الآن في المجلس البلدي هل عندكم اقتراحات؟ هل عندكم مشاريع ستتم يعني تطبيقها في الفترة المقبلة وتفعيل المشاريع السابقة لإنهاء هذه المشكلة أو على الأقل تخفيفها عن المواطن والمقيم؟ هناك عدة اقتراحات مقدمة إلى اليوم لم يتم تطبيقها أو تنفيذها بشكل جدي بخصوص المواقف الذكية، وعلى رأسي من مهندسة أشواق المضف كانت متبنية هذا الموضوع. نعم. وهناك دراسات إلا الآن لم تلاقي حيز أو أذان صاغية من قبل الإخوان في مسؤولين البلدية. نعم. نحتاج الآن أولا لعملية الإصلاح الحقيقي حتى لا نتحدث كثيرا، هو تعديل اللائحة، أن يكون للإدارة العامة للمرور دور في عملية الموافقات المسبقة في الباركينج أو المخصصة للعمارات. كل الشكر لكم وراح نتواصل إن شاء الله معاكم مشاهدينا في الحلقة القادمة الثلاثاء القادم. خليكم معنا وتفاعلوا معنا من خلال برنامج قول وفعل. مع السلامة.